صباح الخير. هنتكلم في الفيديو ده عن ترايكينيلا سبايراليس. ترايكينيلا سبايراليس هي احد الديدان الهلمنثس، احد النيماتود. يبقى دي دودة اسطوانية ولكنها رفيعة جدا جدا جدا، فسموها ترايك. هي رفيعة وصغيرة، طولها بالملي، ما بتتشافش بالعين المجردة، لازم تتشاف تحت الميكروسكوب. فترايك يعني رفيع، ترايكينيلا سبايراليس. هذه الدودة عيالها بقى اللارفات بتوعها بيروحوا الماسلز، وكل واحدة فيهم بتبقى ملفوفة حوالين نفسها كده، وعاها متحوطة بكيس بكبسول وقاعدة في الماسل. سبايرال، سبايرال جاية من ايه؟ من ان هي ملفوفة. يبقى ترايكينيلا سبايراليس. هذه الدودة بتيجي للبني ادمين لما بياكلوا لحمة الخنازير اللي مش مستوية كويس، اللي فيها اللارفة دي. فاللارفة دي تتحول في جسمهم الى الدودة في الامعاء، ثم الدودة بعد كده تتحول الى ايه؟ تولد لارفات، واللارفات تروح الماسل. تعالى ناخد قصة حياة الدودة دي ونفهمها. بتبتدي قصة حياة الدودة دي بمن وبجورات. يبقى أنا عندي مين؟ بني آدم، خنزير، فار. التلاتة دول هما التلاتة عندهم دودة أدلت قاعدة في السمول انتستن بتاعتهم. يبقى الدودة ترايكينيلا سبايراليس الأدلت بتعيش في السمول انتستن، بتبقى امبيدد في الميوكوزة، قاعدة جوه الميوكوزة بتاعت مين؟ بتاعت المان والرات وإيه؟ والبيج. وهما التلاتة عندهم اللارفات في المصل، وهما التلاتة عندهم اللارفة ايه؟ في المصل. هذه الدودة الأدلت اللي بتبقى عايشة ميل وفي ميل في الميوكوزا بتاعت السمول انتستين بتاعت أي واحد من التلاتة دول، بتبتدي ان هما بعد ما ياكلوا ويشربوا وينبسطوا ويتجوزوا زي الفل، تبتدي الفيميل تعمل ايه؟ الفيميل تولد عيالها. الفيميل دي مش بتبيض، الفيميل دي بتولد لارفات دايركتلي كده في البلاد فيسلز اللي مغذية الايه؟ للسمول انتستين. فاللارفات بتبتدي تنتشر في الدم وتروح على المسلز. اي مصل؟ اي مصل، ولكنها بتحب مصلز معينه زي عضله الكتف اللي هي الدلتويد، الدايفرام اللي هو الحجاب الحاجز، البايسبس العضله اللي هي في دراعك من فوق، عضلات اللسان او عضلات الفكين، الجو مصلز، لان دي العضلات اللي بتتحرك كتير ووصل لها دم كتير. فبتروح اللارفات تقعد هناك تانسست وتحوط نفسها بايه؟ بكبسول كده، بسيست. كل لارفايه بتبقى في سيست، السيست ده مغزلي الشكل، الليبسويد ان شيب، سحبة العين او يعني زي المعين كده، وبيبقى دايما اللونجتيودينال اكسس بتاع هذا السيست بارلل للونجتيودينال اكسس بتاع المسل فايبرز وناحيه التندونز غالبا. هذه اللارفات بقى خلاص بتفضل عايشه في المسلز بتاعت هذه الكائنات الى ما لا نهايه، لحد ما تبقى كالسيفايد وتموت بعد فتره من الزمن، بعد سنين يعني. طب دلوقتي علشان اي حد من الثلاثه دول يتعدي لازم ياكل لحمه فيها الانسيستد لارفا، علشان هذه اللارفا تتحول في السمول انتستين الى ادلت وتكمل دوره حياه. طيب بالنسبه للخنزير هياكل ايه؟ هياكل فار او ياكل صاحبه اللي مات؟ ايه ده، صاحبه عادي؟ اه الخنازير مقرفه، الخنازير بتاكل بعض. الخنزير اللي بيموت بيتغذوا على لحمته عادي جدا. يبقى الخنزير علشان يتعدي اما هياكل لحمه فار بالحاجه اسمها كانيباليزم. كانيباليزم يعني ايه؟ يعني متوحش، افتراس، بيفترس. يا اما يفترس فار، يا اما ياكل لحمه صاحبه اللي مات، او ياكل جاربج، زباله فيها ايه؟ فيها بقايا فران متحلله، فيها بقايا من الخنازير متحلله، فدي هيبقى فيها برضو اللاربه. والفران نفس القصه، الفران هتاكل لحمه الفران الميته، لحمه صحابها اللي ماتت، او برضو الجاربج اللي فيها بقايا من الخنازير متحلله او بقايا من الفران ايه متحلله. طب بالنسبه للبني ادم هياكل مين؟ ياكل فار؟ لا، لو في الصين ممكن، هنا لا. ياكل لحمة صاحبه اللي مات؟ ما بناكلش بني ادمين. يبقى هياكل مين؟ هياكل البيك. يبقى علشان البني ادم يتعدي لازم ياكل لحمة خنزير مش مستوية كويس، فيها ايه؟ فيها انسيستد لارف. هتدخل الانسيستد لارفا جوه الامعاء بتاعه البني ادم، وبعدين تكبر وتتحول الى ادلت ميل وفي ميل، بعدين يتجوزوا. بعد ما الميل وفي ميل يتجوزوا تروح مموته الميل، خلاص مش عايزاه، وتبتدي تحط عيالها فين؟ في الدم مباشره، اللي هم اللارفي، لانها بيبي بارس بتولد، مش ايه؟ مش بتبيض. طب مين الديفينيتيف هوست في الحاله بتاعتي كده؟ يبقى الديفينيتيف هوست هو العائل الاساسي اللي بتعيش جواه الدوده الكبيره، اللي هو مين؟ البني ادم. طب ما انا عندي بيج ورات، هم برضو بتعيش فيهم الدوده الكبيره وعائل اساسي، هسميهم ايه؟ ريزرفوار هوست. يبقى انا عندي الفاينل هوست هم مين؟ البني ادم والبيج ورات. البني ادم بسميه ديفينيتيف هوست، والبيج ورات بسميهم ريزرفوار هوست. طب مين الانترميديت هوست اللي عايش جوه اللارفا؟ البني ادم والرات والبيج، ما هم الثلاثه عندي هم. يبقى البني ادم والرات والبيج هم الثلاثه بيأكت از فاينل هوست وانترميديت هوست. طب فين الهابيتات؟ سمول انتستين. الهابيتات اتفقنا هو البيت اللي بتعيش فيه الدوده الكبيره الادلت ورم. يبقى الهابيتات عندي فين؟ هو السمول انتستين. طب مين الانفكتيف ستيج؟
اللارفا، انسيستد لارفا. والانسيستد لارفا دي بالكبسول بتاعها بنسميها ترايكينا كبسول. احنا بنحب ندلع الديدان بتاعتنا، فكل دوده بنسميها ايه اسم دلع، فهي اسمها ترايكينا ورم. ده الترايكينا كبسول اللي هو الانسيستد لارفا. طب والدياجنوستيك ستيج هي برضو، ما انا ما عنديش غيرها. الدوده دي بتقعد في الامعاء لمده اسبوع واحد لحد ما تحط عيالها، وبعد كده بتموت وتتحلل وتنزل ومحدش بيحس بيها. لكن مينلي اللي بتعمل الديزيز هي مين؟ هي الترايكينا لارفا دي. فهي دي اللي انا باخد بايوبسي من الماسلز وادور عليها، فهي دي برضو الدياجنوستيك ستيج او الطور التشخيص. طب المود اوف انفكشن زي ما اتفقنا، مود اوف انفكشن ان انا لازم اكل لحمه خنزير مش مستويه كويس، جواها ايه؟ جواها الانسيستد لارفا. تعال بقى نتكلم على الديزيز بتاعنا. الديزيز بتاعنا اللي احنا هنسميه ترايكينوزز او ترايكينيزز. لما بحط كلمه ييزز بعد الديزيز معناها ان الديزيز ده بيحصل لي بالادلت ورم، ولما بحط كلمه اوزز بعد الديزيز معناها ان الديزيز ده بيحصل لي باللارفات. هذا الديزيز بيحصل لي بالادلت ورم اللي قاعده في الانتستين وباللارفات اللي قاعده في المصل، يبقى ترايكينوزز او ترايكينيزز الاثنين صح، وهو زونوتيك ديزيز لان هو كمان بيجي للايه للحيوانات مع البني ادمين. طيب الديزيز ده بيمر بثلاث مراحل. اول مرحله تسمم، اول مرحله بتاعتها تسمم اللي هي الانتستاينال فيز اللي هي بتقعد عند العيان بالكتير اسبوع واحد. ايه اللي بيحصل؟ food poisoning، simulating food poisoning، يعني عيان اكل لحمه الخنزير النهارده اللي فيها لارفا وكانتش مستويه كويس، اتحولت الى adult worm. 12 24 ساعه بالكتير هيبتدي يرجع ومعدته وجعاه وعنده دايريه وعنده كوليكس وعنده فيفر وممكن يسخن. ده اللي بنسميه acute food poisoning. يبقى acute food poisoning معناها ان انا اكلت حاجه مش نظيفه النهارده 12 ساعه بالكتير ابتدت تظهر عليا الاعراض. الاعراض دي هتقعد عنده بالكتير اسبوع وايه وتمشي. كل الاعراض دي بيبقى سببها وجود الادلت ورم اللي قاعده امبيدد في الميوكوزا اللي عامله اريتيشن وانفلاميشن في الانتستاينال ميوكوزا. يبقى اول حاجه الانتستاينال فيز بتاخد اسبوع عباره عن جاسترونترايتس تشبه الفود بويزنج، انها بتبقى اكيوت. بعد كده ابتدت هذه بقى ايه الادلت ورم تحط عيالها اللارفات في المسلز، فاللارفات بمجرد ما ابتدت تدخل جوه البلاد ستريم وتنتشر وتروح على المسل على التيشوز، ابتدى العيان يشتكي من الرجيك وميكانيكال افكت. ابتدى يشتكي من ايه؟ allergic manifestations. يعني ايه allergic manifestations؟ تعال نتفق اتفاق، الهلمنثز دي حاجات highly allergic، مجرد وجودها في دمك، وجود لارفا منها، وجود antigens منها، على طول بتروح تاكتيفيت جهاز المناعة ان هو يطلع eosinophils، يطلع T helper 2، يطلع antibody ويطلع eosinophils. هذه الايزينوفيلز وجودها في الدم بيخليها دايما ايه تعمل allergic manifestations للعيان في صورة إديمة، ارتكاريا، العيان ده بيهرش، العيان ده عنده شويه دايريه، ممكن يجيله ازماتيك اتاكس. يبقى اي هلمنسك انفكشن انا هلاقي فيه دايما حاجتين، وانا مغمض في الكلينيكال بيكتشر بتاعه وجود الهلمنس في دمي هتخلي العيان ده عنده الرجيك مانيفيستيشنز، هكتبها كده. تاني حاجه وانا باجي اشخص العيان، اي عيان عنده هلمنسك انفكشن لازم هلاقي في دمه ايزينوفيليا، لازم لما اعمل له صوره دم كامله سي بي سي هلاقي ايزينوفيليا. يبقى اي هلمنسك معاها allergic manifestations ومعاها xenophilia. طب العيان ده هيشتكي بايه؟ اول حاجه هيشتكي بالاعراض العاديه اللي بيشتكي منها اي بني ادم عنده infection باي دوده او بكتيريا او فيروس او اي infection، فاهم؟ fever، العيان ده بيسخن، anorexia، العيان ده ملوش نفس، headache، العيان ده مصدع، ماليز، العيان ده مهمد وجسمه كله مهمد. بعد كده هيشتكي من allergic manifestations في صوره facial edema، وشه كله مورم، او ممكن يبقى عينه بس اللي مورمه orbital edema، يبقى عنده ورم في وشه. وفي صورة حاجة اسمها splinter hemorrhage. splinter hemorrhage دي خاصة قوي بالترايكينيلا، مش هتشوفها مع حاجة تاني، ان هي ايه الشعيرات الدموية الرقيقة الرفيعة قوي اللي تحت النيل بتاعه اللي تحت ضوافره، بتبتدي يبقى فيها شوية inflammation vasculitis فبتفرقع. فلما بتفرقع تبتدي تبين لي ايه زي نقط حمراء تحت ضوافره، ده اللي بنسميها splinter hemorrhage. splinter يعني حاجة صغيرة كده، حاجة صغيرة فتحت، يعني نقط دم صغيرة. دي diagnostic sign. وبعد كده بقى العرض الاساسي اللي عند عيان الترايكينيلا ان هو عنده مايوسايتس، اللارفي دي راحت عملت انسيستيشن وعملت سيستات جوه المصل، فهتعمل مشاكل في المصل دي. المصل اللي فيها مشاكل فيها انفلاميشن، ففيها وجع، فيها مايلجيا، العيان ده المصل دي وجعاه، عضلاته وجعاه، بالاضافه الى ان هي مش قادره تادي وظيفتها بشكل كويس، فكمان في مصل ويكنس، فيها وهن وضعف في العضلات. بعد كده المفروض
في نهايه الاسبوع الثالث تبتدي الانكابسوليشن، لما اللارفي دي تبقى انكابسوليتد والكبسول بتاعها هيبقى ويل استابليشد، ان العيان يدخل في الكونفاليسنت فيز اللي هي التعافي او فتره النقاهه، ان هو خلاص يبقى ايه، يرجع يبقى كويس ويبقى ما عندوش اعراض والمسلز بتاعته تبقى كويسه. ده اللي المفروض ايه يحصل. ولكن احيانا قليله اللارفي دي بتروح تبقى ديسيمينيتد في اماكن خطيره. لو العيان ده عنده مشاكل فممكن تروح تبقى ديسيمينيتد اكتر حته بتروحها في القلب، تعمل مايوكارديتس. اشمعنى القلب؟ لان القلب عضله، فتروح عضلات القلب تعمل مايوكارديتس. وممكن هذه المايوكارديتس ان عضله القلب لما يبقى فيها مشاكل تؤدي الى هارت فيلير، القلب مش قادر يضخ الدم بشكل كويس. ممكن تروح على اللونج، لما اللارفات تروح على اللونج كتير تعمل فيها انفلاميشن في صوره نيومونيا. ممكن تروح على البرين تعمل انكيفالايتس انفلاميشن في البرين. المرحله دي خطيره وممكن العيان يموت بسبب هذه الاعراض الخطيره، لكن هي ما بتحصلش مع كل العيانين، مع نسبه قليله بس من العيانين اللي بيحصل معاهم الاعراض الخطيره دي. طب تعالى نشخص عيان الترايكنيلا. اتفقنا ان تشخيص اي عيان بيبدا عندي في العياده، اول حاجه هيستوري، حكي معاه. يا عم انت اكلت لحم خنازير؟ يا عم طب انت جالك اعراض ايه؟ في خلال 48 ساعه كان عندك شويه اسهال ونوزيا وفومتنج وجاسترونترايتس. طب بص على الاعراض اللي عنده، ابتدي بقى ايه افحصه، دور على الساينز انت بنفسك. العيان ده وشه مره، العيان ده سخن، في سبلنتر هيموريج تحت النيلز بتاعته، دور على المايوسايتس، حسس على العضلات كده على الدلتويد وعلى الجاستروكنيميس اللي هي عضله السمانه، وشوف هيتوجع ولا لا، فيها تندرنس ولا لا. يبقى اول حاجه الهيستوري والكلينيكال بيكتشر. تاني حاجه خلاص انا شكيت ان العيان ده عنده ترايكنيلا، طب انا عايز اتاكد، فانا هبتدي بالدايركت دايجنوزس الباراسيتولوجيكال، ان انا ادور على الترايكنيلا لارفا الدايجنوستيك ستيج. هدور على الترايكنيلا لارفا فين؟ في العضلات. هنقي عضله فليشي شويه بحيث ان هي تستحمل ان انا ادخل فيها بابره واخد منها ايه بايوبسي. فاكتر عضلات بيحبوا ياخدوا منها هي عضله الكتف اللي هي الدلتويد، وعضله السمانه اللي هي الجاسترو كنيميس. هبتدي ادور عليها، ومن الاسبوع للتالت الاسبوع الرابع هلاقي ايه، هلاقي الانسيستد لارفا بشكلها اللي احنا لسه قايلين. طيب لو انا مش عارف اجيب اللارفا، البايوبسي برضو مش حاجه سهله ان انا اخدها، فانا هبتدي ادور على الانتي بودي في الدم. هدور على انتي بودي في الدم بسيرولوجيكال تيست، يا اما indirect fluorescent antibody test، وده بيحتاج fluorescent microscope، يا اما هدور بالايه بالاليزا، ودي بتحتاج جهاز مخصوص، يا اما هعمل حاجه اسمها باكمان intradermal test. الانترادورمال تيست ده عباره عن ان انا بحقن انتيجنز بتاعه الترايكنيلا تحت جلد العيان واشوف هيحصل رياكشن ولا لا. باكمان ده اسم العالم. الباكمان تيست ده انا بجيب انتيجنز بتاعه الترايكنيلا واخففها بتخفيفه 1 إلى 10,000. يعني انا هجيب انبوبه واحط فيها 10,000 ملي من الصلاين، واحط عليها ملي واحد من ايه، من الترايكنيلا انتيجين. شايفين بخففها قد ايه؟ وهاخد بقى من التخفيفه دي 0.1 ملي، هو ده اللي انا هحقنه انترادورمال، هحقنه ايه تحت جلد العيان. ليه هخففها قوي كده؟ انا بحقن حاجه هايلي انتيجينك. خلي بالك الانتيجنز بتاعه الهيلمنثز نفسها هايلي انتيجينك، ممكن تدخل العيان زي ما اتفقنا في الالرجيك مانيفيستيشن حتى لو هو ما عندوش ترايكنيلا. فانا مش عشان اشخصه هموته. معظم السكين تيستس دي اوبسوليت وما بقاش حد يعملها، لانها فعلا بتموت العيان، ممكن تعمل له الالرجيك مانيفيستيشنز خطيره. قال لك بقى بس التيست ده زمان كانوا بيعملوه كده، ان انا باخد بقى 0.1 ملي من هذا التخفيفه اللي انا عملتها واحقنها تحت جلد العيان واستنى عليها تلت ساعه. بعد تلت ساعه المفروض ان يحصل ويل. ويل دي يعني حاجه مفروشه فوق سطح الجلد وقبه سنه فوق سطح الجلد وبتهرش، العيان هيبقى عنده الرجي. ده البوزيتيف رياكشن. البوزيتيف رياكشن ده بيبقى بوزيتيف بعد 3 اسابيع من الانفكشن، بيبتدي يظهر على العيان ان هو الباكمان تيست ده يبقى بوزيتيف. بس حاسب حذاري، الباكمان تيست واي سكين تيست في الدنيا ما بقاش يتعمل. بعد كده العيان ده لو عملت له سي بي سي لازم الاقي عنده ايه، ايزينوفيليا. لازم هلاقي عنده هاي ايزينوفيليا مع بدايه الاسبوع الثالث او الرابع، لازم هلاقي الايزينوفيليا وايزينوفيليا عاليه كمان لانه عنده هيلمنسك انفكشن. اخر حاجه لو انا في الكرونيك ستيج شويه وابتدى يحصل كالسيفيكيشن في السيست، ممكن اعمل لها اكس راي. الاكس راي ما بيشوفش العضلات، الاكس راي ما بيشوفش اللارفا نفسها، ولكن لو بقت كالسيفايد هيشوف ايه، الكالسيفيكيشنز بيبقى لونها ابيض في الاشعه. طب تعالى نعالج العيان ده. علاج العيان ده دراج اوف تشويس، يعني الاهم دراج بيتاخد حاجه اسمها ميبندازول. ميبندازول ده اسمه في السوق الفيرموكس. ميبندازول او الفيرموكس ده اشهر دواء هيلمنثس. هدي له ميبندازول او هيرموكس 200 او 400 جرام 400 ملي جرام 3 مرات في اليوم لمده 10 ايام. ممكن ادي له حاجه اسمها ثايابندازول، ده بيتاخد مرتين في اليوم لمده 3 ايام بس. لكن مين الدراج اوف تشويس؟ الميبندازول او الفيرموكس. العيان ده عنده الرجيك مانيفيستيشنز، عنده توكسيك مانيفيستيشنز، وشه مورم، يبقى انا هدي له كورتيزون. الكورتيكوستيرويدز هي اهم انتي انفلاماتوري عرفته البشريه. هدي له كورتيزون
جرعات قليله علشان الالرجيك مانيفيستيشنز اللي عنده تخف. طبعا هديله بقى سيمتوماتيك تريتمنت، هو انا مش عندي عيان يعني سخن ما سيبهوش بسخونيته، هديله حاجات للفيفر، عنده صداع هديله ابرسوس بنادول، عنده ماسل بين هديله حاجات ايه انالجيزكس علشان يستحمل البين، واقول له ان انت ريح شويه لان انت عضلاتك وجعك وتعبان، ياخد كومبليت بيد ريست في الاول لحد ما يبقى كويس او ان هو ايه يقدر يخف. دي حاجات كلها سيمتوماتيك تريت. ازاي هقضي على مرض الترايكينيلا سبايراليس؟ هو البلوى ده، هذا الخنزير. افويد ايتينج بورك، ما تاكلش لحمه خنزير من فضلك. طب معلش احنا بنحب لحمه الخنازير وزي الفل، خلاص لو جيت تربي الخنازير من فضلك خلي بالك بينهم. بروبر بريدنج اوف بيجز، ما تاكلهمش زباله، اكلهم ايه اكل نظيف مش لازم ياكلوا بعض. ومن فضلك في السلاتر هاوسز او في المذبحه يعني المذابح بتاعه الخنازير استخدم ميكروسكوب او مش ميكروسكوب حتى عدسه مكبره كده تكبر شويه صغننين، واتفرج على اللحمه بتاعه الخنازير اللي بتتذبح وشوف فيها لارفا ولا لا. ممكن تتشاف الكبسول بتاع اللارفات دي تتشاف ايه بالترايكينوسكوب، ان انا افحصها تحت مايكروسكوب. ولا بد هناكل لحمه خنازير، سويها كويس مش لازم تاكلها وتاكلها ايه نيه كمان. اخر حاجه destruction of rats، الفران دي حاجات ريزرفوار هوست للانفكشن وموجوده في الاماكن ملهاش اي ستين، لازم يبقى انا ايه اموت الفران اللي موجوده في المنطقه. Thank you.